السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا النقاش الكبير اللي كاين حول إلزامية اللقاح في إيطاليا. كاين على حسب ما قال الكوريري ديال السيرة والعديد من الصحف الإيطالية، هو ثلاث خطط في حاسمة أنهم ما وصلوش العدد الكافي ديال الناس اللي خاصة تجلب غيديروهم. غنمشيو نشوفوهم وغادي نشوفوا أشنو قالوا ناس اللي هما سياسيين وناس اللي هما خبراء في الفيروس على الأطباء والممرضين اللي ما باغيش يجلبوا. في نفس الوقت كنأكد لكم بالله أنه في ألمانيا الحدود 8 صباحا، يعني ما عندناش الأرقام ديال النهار كامل، ولكن غير ديال 8 ديال الصباح راه وصلوا 42 ألف شخص اللي جلبت. غنتكلموا كذلك على الزلزال القوي للأسف واللي خايب واللي يعني كانوا فيه ضحايا اللي كيضرب كرواتيا، زلزال اخر مع العشيه كيضرب فيرونا. غنمشيو نطرقوا لهذا الموضوع عين يا اخوان وغادي نشوفوا شنو كاين. غنتكلموا كذلك على الموضوع ديال الجلبه اللي وصلت لايطاليا، تقريبا حوالي نص مليون جرعه اللي غيجلبوا بها نص مليون ديال الناس هنا في ايطاليا. غنمشيو نشوفوا كذلك الارتفاع في الفاتوره ديال الغاز وديال الكهرباء، وغادي نهضر لكم على الطريف فاسوشالي، التخفيض اللي كاين في الفاكتوره ديال الضوء ديال الغاز اللي كيستافدوا منه الناس اللي عندهم واحد الليزي هابط. غنتكلموا عليه وغنشرح لكم الديتاي باش تستافدوا منه ان شاء الله. كذلك غنتكلموا على رانسي اللي ما كيعياش يا اخوان، انا عييت وهو ما بغاش يعيا. رانسي كيعاود يهاجم كونتي من جديد، من واحد الناحيه عنده الحق ولكن حتى هو كيستغل ديك الفرصه، عارف راسه عنده الحق، كيبقى يضرب على كونتي كيدق عليه كل نهار يدق عليه. غنطرقوا هاد المواضيع كامله، لذلك مواضيع غنيه. حقا نسيت غادي نقول لكم اشنو قالوا لي الشركه اللي تكلمنا عليها البارح، الشركه اللي قلت لكم صيفطت لي البريفنتيفو، عيطوا لي اليوم في التليفون واخا ما كنتش كنتسنى المكالمه ديالهم وشرحوا لي الحوايج احسن. لذلك تفرجوا في الفيديو فيه بزاف المعلومات، وكيف ما العاده كنبغي نشكر جميع الناس اللي ما كتبخلش علينا برايكم بالتعاليق والناس اللي ما مشاركش في القناه. اشتركوا يا اخوان باش تبقوا توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. خبر سريع يا اخوان واللي ربما ما يعجبش بزاف ديال العائلات، وباش نفهموا مزيان يا اخوان غادي نشرح لكم لانه كاينه هاد الهيئه هنا في ايطاليا اللي هي اللي كتقنن المجال ديال الطاقه، واللي كل 3 اشهر كتنشر التعديلات اللي كتكون على الاسمنه ديال الطاقه. لذلك يا اخوان ممكن انه بعض المرات انه الطريفه تنقص وبعض المرات انها تزيد، وفي هذه الحاله وفي غالب الحالات الطريفه كيتزادوا. لذلك اليوم يا اخوان الريره كتقول لنا بانه الطريفه ديال الغاز كتزاد ب 4.5% والطريفه ديال الضوء كتزاد ب 5.3%. لذلك الا جاتكم البليطه طالعه شويه عرفوا السبب، لانه الثمن ديال الطاقة في السوق اللي كيتباع فيها راه تزاد. هادشي علاش؟ على حساب ريبوبليكا قالك نقدروا نشوفها بواحد النظره زوينه. علاش؟ حيت تقريبا الاسواق كتقول بانه لقاو الجلبه، الاقتصاد في العالم بدا كيرجع، البترول الثمن ديالو بدا كيطلع، ولا عقلتوا مزيان يا اخوان الوقت ديال الحجر الصحي اللي كانوا الطيارات ما كيطيروش، كلشي حابس وكلشي سد عليه في ديورو، البترول وصل حتى لقل من 20 اورو، وفي امريكا قل من صفر. فهذيك الوقيته انا عاقل كان الضوء نزل بناقص 18.3 والغاز نقص بناقص 13.5، راه تزاد واحد شويه في شهر 6 وكذلك في شهر 9 وتا دابا في شهر 12 كاين الزيادات. حاجه مهمه واخيره، راه كاين واحد الطريفه سوشالي كدار العائلات اللي هما عندهم ليزي هابط او انهم عندهم اولاد كثار. مثلا يمشيو للموقع ديال بعض الشركات ديال الضو مثلا بحال الانل، كتلقى بانه كاينه البونص سوشالي ليتريكو اللي في بعض المواقع اخرى سميتو الطريفه سوشالي. كيقول لك بانه العائلات اللي عندها ليزي قل من 8265 اورو، والعائلات اللي عندهم اكثر من 3 اطفال ولكن ليزي ديالهم ما فايتش 20000 اورو، وكذلك الناس اللي كتاخذ البنسيوني والراتب ديال الشيطادينانسا ممكن انهم يمشيو يطلبوا هذا الطلب. راه كينقصوا لكم بزاف يا اخوان في البليطه. لذلك اللي ما فراسوش هذه المعلومه وداخل في هذا البارامتر اللي حاطين هنايا، يعني ليزي قل من 8000 اورو الا كان عندك ولد ولا جوج ثلاثة، إلا كان عندك أكثر من ثلاثة الأولاد ما يكونش ليزي فايت 20000 أورو، وإلا كنت كتاخذ الريدس ديال الشيطادينانسا ولا البنسيون ديال الشيطادينانسا راه عندك الحق تطلب بهذا البونص ديال طريفة سوشالي، وكينقصوا لك شوية في البليطة. اليوم يا إخوان في حدود الساعة 12:20 دقيقة كانت واحد الضربة ديال الزلزال قوية في دولة كرواتيا، بالتحديد في مدينة اللي سميتها بيترينيا واللي هي متواجدة بالقرب من العاصمة زاغابريا. القوة ديال الزلزال إخوان كانت 0.4 اللي هي واحد القوة كثيرة بزاف. وغير باش نعطيكم مثال، إلا تذكرتوا 12 سنة هذه كان ضرب الزلزال في الحسيمة نفس القوة 0.4، بخلاف أنه هذا الزلزال اللي ضرب في الحسيمة كانت النتيجة ديالو صعيبة بزاف، أكثر من 630 شخص اللي توفوا في هذا الزلزال في المغرب في الحسيمة، ولكن الحمد لله هذه الأضرار اللي كانت في هذا الزلزال في كرواتيا ما كبيرش بزاف. للأسف توفوا 5 ناس منهم واحد طفل عدى 12 سنة. من بين الأجراءات اللي اتخذتها الحكومة الكرواتية هو أنها وقفات واحد المحطة ديال الطاقة النووية احترازيا باش ما يكونش شي مشكل، وفي نفس الوقت هذه المدينة اللي سميتها بيترينيا من بعد ما أنه ضرب الزلزال تقطع عليهم الكهرباء وتقطع عليهم حتى التليفون،
وحتى العاصمة زاكابري إخوان تقطع عليهم الضوء. كذلك إخوان هاد الزلزال اللي ضرب هنايا في كرواتيا وكيف ما كتشوفوا راه قريبة من الحدود ديال إيطاليا، يعني فرق بيناتهم البحر. بزاف الناس في إيطاليا مع 12 و19 و12 و20 دقيقة حسس بالضربة ديال الزلزال، وهادو بعد الكاميرات يا إخوان اللي سجلت الضربة ديال الزلزال اللي صراحة كانت قوية وقوية بزاف. في نفس الوقت يا إخوان ومن بعد 3 السوايع في فيرونا كيضرب زلزال آخر. هاد الزلزال يا إخوان اللي ضرب فيرونا الحمد لله القوة ديالو ماشي بحالة بحال ديال الزلزال اللي ضرب في كرواتيا، ولكن في نفس الوقت القوة ديالو ما نستاهلوش بها، 4.4 بحالو بحال الزلزال اللي كان ضرب هذه 10 أيام ولا هذه أسبوع في سيشيليا. لذلك إخوان حتى هاد الزلزال الناس راح حسات به وناس تخلعات، وكاين كذلك اللي خرجوا من الديور ديالهم. وفي نفس الوقت كنأكد لكم بأنه ما كان حتى شي أضرار لا في الأرواح لا يعني في المباني، حتى شي واحد ما طلب المساعدة يعني من الفيجيني ديال الفوك ولا الأمبولانسا ولا البرونتو سكورسو. وفي نفس الوقت ترين إيطاليا كتقول لنا بأنه حبست جميع الرحلات ديال الخطوط اللي دايزين حدا فيرونا، علاش؟ حيت خافوا أنه بعد السكك الحديدية تقدر تكون يعني انحرفت على المسار ديالها، ولذلك خاصهم قبل ما يبداو يباشروا في الرحلات من جديد خاصهم يديروا واحد الكونترول ويتأكدوا. لذلك إخوان القوة ديال الزلزال ديال فيرونا راح تصوب حتى ناس اللي هما يساكنوا في ميلانو وناس اللي هما يساكنوا في الفانيتو. حاجة اللي أكدوا عليها الخبراء يا إخوان هنا الإيطاليين هو أنه لا علاقة توجد بين الزلزال اللي ضرب في كرواتيا والزلزال ديال فيرونا، يعني زلزالين مختلفين. الشيء الواحد اللي يعني كيجمعهم هو انهم ضربوا في نفس الوقت على بعد 2 ولا 3 السوايع. راه كان يعني حتى في الايام الماضيه اخوان كان ضرب الزلزال في الجنوب، ومؤخرا كاين بزاف ديال الزلازل، لذلك الله يحفظ جميع الناس من هذه الزلازل يا اخوان. النقاش اللي كان في ايطاليا اليوم يا اخوان نهار كامل هما كيتكلموا على واش انه الجلبه خاصها تكون الزاميه ولا تبقى كيف ما دايرينها حاليا غير الزاميه، واللي بغى يجلب بغى يجلب واللي ما بغاش يجلب ما يجلبش. على حساب كوريرا ديلا سيرا قال بلا انه المساله ديال انه تولي الزاميه غير مساله وقت، لانه الحكومه ديجا موجدة راسة. واخا الحكومه ملي كتخرج الوزراء والبرلمانيين اللي كانوا في الاغلبيه كيقولوا بلا انه لا احنا ما كنفكروش في الزاميه، الشعب الايطالي غينخرط بكثافه في هذه الحمله ديال التلقيح. ولكن في الحقيقه هما ما باغيش يتكلموا على الالزامي ديال التلقيح حاليا، باش هذوك الناس اللي هما نوفاكس هذوك الناس اللي عندهم العقليه ديال المؤامرات تيقول لك لا حنا ضد الجلبه حنا ضد التشينكوي تجي وبزاف المسائل، باش ما يعطيهمش واحد السلاح في يديهم. حيت لقيتها غتقول لهم غادي نلزم عليكم انكم تجلبوا، غيقولوا ها هذوك المخاوف اللي كانوا عندنا راه بصح وباغين يديروا لنا وباغين يفعلوا لنا. لذلك الحكومه كتقول حسن ما نعطيش واحد السلاح لهاد الناس في يديهم. وفي نفس الوقت الا خديتي بحال هذا القرار الناس اللي هي عندها واحد شويه ديال الشك غتقطع عليها الشك من اليقين وغتقول لا اذا انا ما غاديش نجلب، في حين انه الا قدرتي تقنعهم وما لزمتيش عليهم ممكن ان واحد 90% يمشيو يجلبوا. وصراحه انا هذا هو الظن ديالي، راه غير بنادم فيه التخوف راه لقيت اللي غيبدا بنادم يجلب راه كلشي غيمشي يجلب. وهاد الهضره يا اخوان حتى ديك الناس اللي كتكتب تعاليق لا انا ما نجلبش انا غيديروا لي وغيفعلوا لي حتى هما غيمشيو يجلبوا يا اخوان، وان شاء الله الا ما جلبتيش بخاطرك غتجلب غتجلب، يعني غيلقاو لك الحلول يا اخوان. لذلك مشوا شوفوا اشنو قالوا الوزراء واش قال الكوريا ديال الرسيره. على حساب الكوريا ديال الرسيره يا اخوان التاريخ المحدد يقدر يكون هو شهر 4. الى وصلوا شهر 4 وهذيك حصانه القطيع، حصانه القطيع على حساب اركوري اللي هو المفوض ديال الحكومه قال خاصها تكون 80%، خبراء ديال الفيروسات وناس اخصائيين قالوا 70 60%. لذلك حنا نقولوا الى وصلنا لشهر 4 ويلا شويه الناس اللي جلبات، في هذيك الحاله كنظن بالله انه الحكومه الايطاليه غتاخذ القرار باش انها تلزم على الناس انها تجلب. وكاينين ثلاثه خطط باش يلزموا على الناس تجلب. اشنو هما هاد الخطه؟ على حساب كوريا ديال السيره يا اخوان وهذو كيبقاو كلهم احتمالات. اول اقتراح يا اخوان هو انه يلزموا على الناس اللي خدامه في القطاع العام اللي خدامه مع الدوله في الكونترا انهم يجلبوا، لذلك خصوصا الناس اللي هما عندهم علاقه بعامه الشعب، الناس اللي خدامه في سبورتالو مثلا وناس اللي خدامين اساسيده معلمين، الناس اللي خدامه في لازيلونيدو، الناس اللي خدامين يعني ممرضين واطباء اللي عنده كونترا مع الدوله غيلزموا عليه انهم مثلا يجلبوا. هذا غير اقتراحات. وفي حاله ما انهم بغاو يلزموا على هاد الناس كاملين على حساب كوريا ديال السيرا غنوصلوا غير 5%، يعني 3 مليون ديال الناس اللي خدامه في القطاع العام هنا في الطاليان، وهذا الشيء ما كافيش باش اننا نديروا الحصانه ديال القطيع. الحل الثاني يا اخوان هو الحل الاقرب للواقع، وصراحه تكلمنا عليه حتى البارح، وحتى اسبانيا قالت بانه غدير لائحه ديال الناس اللي جالبه والناس اللي ما جالباش، وهذا الشيء غيكون اي مكتب ديال الدوله يقدر يعرف هذا السيد واش جالب ولا لا. هنا في ايطاليا ربما بين الحلول اللي تقدر تكون هو انه يدير واحد الوثيقه او لابليكاسيون تطبيق، فهاد التطبيق غيقول لنا واش هاد السيد جالب ولا ما جالبش. الا كان جالب عنده الحق في السفر، غيكون عنده الحق المشاركه في محافل رياضيه مقابلات كره القدم، غيكون انه يمشي لساحات اللي هي عامه، ممكن انه يمشي للمسارح للسينما.
في حين انه هذه العمليه غتقدر تخدم الا كان هذاك التيك اللي غيتبع مثلا في هذا الشيء اللي ذكرنا دابايا غيكون تشنتراليزات، يعني مثلا بحال داك الشيء اللي كيوقع في البي ديال الطيارات ولا في ديال الترانات. اما الا كان التيك ولا البي غيتبع في واحد المدينه صغيره وما كاينش اتصال بواحد السيستم ديال الدوله، يعني مثلا نعطيو المثال ديال المسارح ولا ديسكوتيكات ولا داك الشيء اخوان، بطبيعه الحال ما كايناش امكانيه انك تكونترولي. في هذه الحاله ممكن انك تخدم هذا السيستم في المدن الكبرى والمحافل الكبرى وفي السفر، ولكن في حوايج اخرين صعب جدا. وكاينه النقطه الثالثه وهذه يا اخوان راه كنت قلت لكم ديك النهاريات راه غيديروها و90% حتى الى ما داروهاش غينوض عليها الصداع، حيت بزاف الناس غادي تضرر، الناس اللي عندهم مشاريع، الناس اللي عندهم شركات والناس اللي عندهم ريستورات. ودوزت لكم ديك النهاريات وقلت لكم واحد السيد عنده ريستوران، عنده جوج ريستورات، قال لهم انا عندي 28 خدام ما يمكنش لي انني نخليهم بلا جلبه، اللي ما بغاش يجلب غادي نجري عليه. علاش؟ حيت قال لهم الا واحد فيهم مرض وعاد لي الناس اللي خدامين معاه وانا غنضطر نسد الشركه ديالي غيكون عندي ضرر كبير، لذلك انا واحد اللي عنده العقليه ديال المؤامره ورافض يجلب غادي نجري عليه. وهذا الشيء اللي كيقول كيقول بانه في القطاع الخاص، يعني ماشي القطاع ديال الدوله، خدام 15.7 ديال المليون ديال الناس، يعني تقريبا 16 مليون شخص. هاد الناس وعلى حسب القوانين الايطاليه اخوان، قوانين ديال الخدمه كتقول بالله انه صاحب العمل ارباب العمل ملزوم عليهم انهم يحافظوا الصحه ديال العامل اللي عندهم، يعني هذا الشيء في القانون، لذلك ربما يلقاو هاد الطريق باش يديروا الالزاميه ديال الجلبه. ولكن كيف ما كيقول لنا الكوريا ديال السيرا هما حاليا كيعاولوا على انه الناس تنخرط بشكل كبير في هذه الحمله ديال التلقيح. وكيف ما شفتوا معايا الحكومه فيما كيديروا مع شي وزير ولا شي نائب ديال الوزير تيقول لهم لا حنا ماشي مع الالزاميه والجلبه خاصها تكون، يعني اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. في نفس الوقت يا اخوان جوزيبي بوليتو اللي هو المدير العلمي ديال الانستيتوتو ناسيونال ديال سبالاتساني، السبيطار ديال الامراض المعديه، وهو اللي بدات فيه الجلبه في ايطاليا، حيت هو يا اخوان واحد السبيطار اللي معروف في ايطاليا وعنده واحد القيمه كبيره واعتراف كبير في ايطاليا، لذلك المدير العلمي ديالو قال لهم بانه جميع الممرضين وجميع الاطباء خاصهم يجلبوا ضد الكورونا، واللي ما جلبش خاصو يتم الطرد ديالو او انه يديروا ليه سسبنسيوني، يعني التعليق ديالو من الخدمه. قال لهم هاد الناس كتكون عندهم واحد العلاقه، كيتكلم على الاطباء والممرضين، علاقه مع الناس اللي مراض، يعني في السبيطارات الا انت ما جلبتيش وكنتي معادي ومشيتي عديتي ناس اخرين في واحد السبيطار راه مشكل كبير. وصراحه يعني اخوان عنده الحق، اول حاجه واحد اللي طبيب وفاهم هاد الشيء ديال الطب وما باغيش يجلب راه كيعني بلا انه نوناي دونيو، يعني ما مزياش لهاد الخدمه، يمشي يقلب ليه على حرف اخرى. وهذا الشيء اللي قال ما كنقولوش انا، قالها ايبوليتو رئيس العلمي ديال سبالانساني. في نفس الوقت يا اخوان بريلياسكو اللي هو خبير الفيروسات دول يوما قال لهم يعني الناس الممرضين والاطباء الجلبه ليهم كتعني بحال واحد الشخص اللي خدام في واحد الديتا، خاصو داك الصباط اللي كيكون عنده الحديد لتحت لانتي انفورتونيستيكا، الا ما لبستيش هذاك الصباط في الخدمه يقدر واحد المسمار يدخل لك الرجل ديالك ويشكل عليك خطر، لذلك باش تخدم وتكون قانوني في واحد الكانتييري خاصك هذاك الصباط. نفس الشكل الممرضين والاطباء الا بغاو يخدموا في السبيطارات خاص تكون عندهم الجلبه ضد هذا المرض، ما يمكنش لك انك تخدم في السبيطار وانت ما دايرش هذه الجلبه. لذلك اخوان كيف ما كتشوفوا نقاش كبير والنهار كامل هما كيتكلموا على هذا الموضوع، نشوفوا اشنو غادي يكون. واخا صراحه انا كيبقى الراي ديالي هو هذا، الهضره كثيره بزاف والناس غادي تنخرط بشكل كبير ان شاء الله، غنقدروا نوصلوا حتى 70 80% ديال الشعب، وهذا الشيء اللي كيقولوا جميع الاحصائيات اللي كدار حاليا وجميع الاستطلاعات الراي، كنتكلموا على ما بين 65 60 حتى 70 80 شخص في المئة اللي باغيين يجلبوا بلا الزاميه بلا حتى شي حاجه. باش نزيد ناكد واحد الحاجه اخوان، البارح تطرقنا للموضوع ديال اصلاح البيوت، اليوم اتصلت بيا الشركه اللي كندرت لي هاد البريفنتيفو، يعني قلت لهم بغيت نصلح المنزل ديالي، بغيت ندير ليمبيانطو ديال الغاز ديال الضوء وديال الماء، لذلك قالوا لي هاد الثمن هو اللي كاين. عيطوا لي وقالوا لي بانه يعني في حساب الايميل قال لي غتخلص غير النص حيت كاين سكونتين فاتوره، وبطبيعه الحال سميتهم دي تراسيوني فيسكالي. قالوا لي بانه هاد الثمن اللي حاطين هنا راه يعني يدير واحد البروغرام ديال الكمبيوتر، لذلك ربما يكون قل، حيت انا قلت لهم لا راه بزاف عليا وما بقيتش باغي وداك الشيء. قال لك لا راه يكون قل، الا بغيتي يجي عندك واحد الاركيتيكتو يدير لك المشروع ديال الدار كامله يشوفها ويدير لك المشروع ديالها ويعطيك المشروع، وهذيك الساعه غيكون الثمن الحقيقي اللي غيكون قل من هذا. بطبيعه الحال اخوان ماشي قل من هذا، قل من هذا حيت الثمن اللي غادي تخلص ليهم هما هو هذا. حاجه اللي مهمه بزاف هو انه حتى الشركات بداو كيطلعوا ليا في انستغرام، حيت مشيت نقلب على هذا الموضوع في الانترنت وبداو كيطلعوا ليا الشركات والاشارات في مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم مثلا هذا باغي تصلح الدوش كيكتبوا غندير لك سكونت فاتوره ناقص 50% مثلا، الا صلح لك الدوش ديالك ورجعوا لك بحال ما هكايا ب 3 مليون انت غتخلص لي 1500، و 1500 غيمشيو ياخذوه مع الدوله. هذا الشيء اخوان راه في القانون. وحاجه اللي مهمه حيت وصلتني الاخبار ديال الناس مشات تسولت وقال لها هذا الشيء ما كاينش، الا مشيتي عندهم وقلتي لي من البونص ديال السكونط ديال البني ولا ديال شي حاجه ما غيعرفوش وغيقول لك راه ما كاينش. هذا الشيء سميتهم دي تراسيوني فيسكالي، كل سكونط ان فاتوره ايميدياتو،
الا مشيتي عندهم اعطيهم هذا الفيديو ووصل لهم هذه النقطه وقول لهم سمعوا سميتو وهم غيعرفوه، راه كاين في القانون يا اخوان. لذلك يا اخوان الناس اللي باغا تصلح تمشي تسول على راسها، ما تبداوش تصلحوا وتخلصوا تمشيو ديك الساعه تقلبوا على السكونطو، راه بطبيعه الحال غتلقاو كلشي معقد. سولوا على السكونطو هو الاول عاد تصلحوا. واللي سمع هذا الشيء وما فهم والو كيعني بلا انا ما تفرجش في الحلقه ديال البارح، رجع تفرج في الحلقه ديال البارح باش تفهم هذا الشيء اللي قلت دابا. البارح الاثنين اخوان كان من المفترض انه الجرعات الثانيه ديال الجلبه ديال فايزر كان خاصهم يوصلوا لايطاليا وكان خاصهم يتفرقوا في المناطق الايطاليه كامله باش يبداو يعني الجلبه ديال بصح. علاش؟ حيت نهار 27 اخوان كانت غير واحد اليوم رمزي تفرقت فيه 9750 جرعه، وهذيك 9750 جرعه تقريبا راها سارت في ايطاليا. لذلك كان من المفترض انه البارح توصل واحد 469 الف تقريبا، جايه نص مليون جرعه وغادي يجلبوا بها نص مليون ديال الناس، ولكن بسبب سوء الاحوال الجويه وبسبب الثلج اللي طاح في العديد من المناطق في شمال ايطاليا تم يعني تاجيل الكونسينيا. لذلك اركوري دوا هذه شويه وقال بالله انه الجرعات غيوصلوا في هذا المساء. البارح كان ليغوريا خاصها توصل ب 15600 جرعه، ولكن فايزر اتصلت بالجهه ديال ليغوريا وقالت لهم بالله انه الكونسينيا غتكون نهار 30 يعني غدا الجلبه غتوصل اليوم للطاليان، غدا غتبدا تفرق. شكون غيفرقها؟ غتفرقها فايزر يا اخوان، حيت كاينين 300 نقطه في ايطاليا كامله كما قلت لكم، فايزر غدور على هاد 300 نقطه وغتجيبهم متلجين وفي ناقص 80 ناقص 70 ديال درجه الحراره وغادي تحط في الثلاجات باش يبقاو هذوك الجرعات محميين. حاجه اللي بغيت ناكد عليها يا اخوان هو انه ديجا كاين صداع بزاف في الدول ديال الاتحاد الاوروبي. علاش؟ حيت المانيا يا اخوان خرجات من هذاك الاتفاق اللي داير المفوضيه ديال الاتحاد الاوروبي، قالت لهم حنا الجلبه غنشريوها حنا كمؤسسه ديال الاتحاد الاوروبي وغنفرقوا على جميع الدول الاوروبيه بالتساوي. ولكن المانيا خرجات يا اخوان من هذا الشيء ومشات برمت واحد الاتفاق مع فايتزر، من خلال هذا الاتفاق وهذا العقد اللي دارت معها غتشري من عندها 30 مليون جرعه، يعني خارج على ذوك الجرعات اللي غيتفرقوا على المانيا من الاتفاق اللي داروا الاتحاد الاوروبي. ناهيك على انه يا اخوان النهار الاول اللي بدات الجلبه نهار 27 في ايطاليا راه وصلت غير 9750 جرعه، في المانيا وصلت 150 الف جرعه، وهذا الشيء خلى انه المعارضه سالفيني ولا ميلوني كينوضوا الصح كيقول لك علاش ايطاليا غير 10000 ما واصلتش والمانيا 150 الف. يعني المانيا اللي فيها 16 جهه كل جهه في المانيا خادت نفس العدد ديال الجرعات اللي خدات ايطاليا كامله، في حين انه فرنسا خادت تقريبا 20000. نبقاو دائما في المانيا يا اخوان، اللي وقعوا هذا الخطا يا اخوان ربما الخطا ديال الفرملي ولا ديال الطبيب اللي دار العمليه ديال التلقيح. علاش؟ حيت ثمانيه الاطباء يا اخوان ثمانيه الاطباء ولا ممرضين تعطاتهم خمسه الجرعات في دقه واحده، يعني في العوض ما انهم ياخذوا الجرعه اليوم ويرجعوا من بعد ثلاثه السيمانات يعطيهم الجرعه الثانيه، عطاوهم خمسه الجرعات في دقه، ولكن داوهم للسبيطار وراهم تحت المراقبه. وشركه فايزر بيونتك كتقول لهم شوفوا حنا راه حتى في العمليه ديال التجارب السريريه عطينا شي ناس اكثر من الجرعات اللي حاليا كتعطى الناس، يعني عطيناهم جرعات كثيره، ولكن في هذوك التجارب السريريه هذوك الجرعات اللي عطيناهم كثيره راه ما تبيناتش يعني شي حاجه اللي هي خطيره على هاد الناس وما كانش عندهم اعراض جانبيه، لذلك ما غيكون عندهم حتى شي مشكل هاد الناس. دائما المانيا اخوان اللي في اخر 24 ساعه كتسجل 852 حاله وفاه اللي هو رقم كبير بزاف، وبالله انه السين داكو ديال مدينه برلين كيقول بالله انهم خاصهم يديروا واحد الحجر صحي مقوى اكثر، يعني دابا راهم حاليا في حجر صحي ولكن ما راضينش عليه وباغيين يزيدوا اكثر تشديدا، في حين انه السلاله البريطانيه ديال الفيروس قالوا بالله انه كدور في المانيا منذ شهر نوفمبر يعني شهر 11. في بريطانيا كذلك يا اخوان اليوم راه تسجل رقم قياسي جديد 53 الف حاله اصابه في اخر 24 ساعه، وهذا راه دليل على انه هذيك السلاله اللي عندهم همايا راه كثيره الانتشار لواحد الدرجه كبيره. نمشيو يا اخوان هذا الخبر اللي صراحه ما بغيتش نطرق ليه. علاش؟ غايقول لك علاش دويتي على الكيان الصهيوني او بما يسمى اسرائيل هذا البلد اخوان، وعلى الذكر ديالو انا صراحه شخصيا داك الشيء اللي كنشوف من الصحافه المغربيه وداك التطبيل اللي كيديروه التطبيع اللي دار المغرب مع اسرائيل راه صراحه راه كيبغيو يغسلوا الناس عقلهم، ولكن حنا كشعب ماشي في هذيك السياسه، عارف بلا انه المغرب دار داك الشيء من اجل المصلحه ديال التراب الوطني ومن اجل الصحراء المغربيه وبزاف د الحوايج اللي همايا وطنيين، ولكن حنا ماشي مع التطبيع. ورجوعا لهذا الموضوع يا اخوان، اسرائيل راها جلبات ل 500000 شخص، نصف مليون ديال الناس ديجا جلبات، وحتى الشركات على حسب ما قريت في هذا المقال حتى الشركات ديال الجلبه راه كيجلبوا بجلبات مختلفه ومنها حتى ديال فايزر، حتى الشركات ديال الجلبه راه عندها الربح انها تعطي لهذ الدوله الجلبه وتجلب دغيا. علاش؟ كيقولوا بغاو يشوفوا اشنا هو هي الخدمه ديال الجلبه في واحد الدوله اللي هي صغيره بزاف، لذلك دوله صغيره الشعب كله غيجلب وغيقدروا يشوفوا سريعا النتائج ديال الجلبه، في حين انه لعطيتي لواحد الشعب اللي هو كبير بزاف صعيب انك تجلب ليه كله وصعيب انك تشوف نتائج دغيا.
في الحلقه ديال 22 في شهر 12 اخوان كنتكلموا على هذه السيمانه بالضبط كانت جمع كونتي ورينسي، وقلت لكم لانه كونتي كيتراجع واحد شويه وسحب بزاف د الحوايج اللي رينسي ما كانش قابل بهم. وفي نفس الفقره الى رجعتوا تفرجتوا فيها كنت قلت لكم بالله انه واخا هكاك راه الحرب باقا ما سالاتش بيناتهم وكاين امكانيه انه يرجعوا يتصادعوا. علاش؟ حيت باقي ما حدوش السياسه اللي غيخسروا بها الفلوس ديال الريكوفري فوند، الفلوس اللي غيجيو من الاتحاد الاوروبي، وهذاك الشيء اللي وقع. حيت رينسي اخوان ما كيعياش، عاود دار واحد الهجوم قوي ضد كونتي وقال لهم بالله انه المشروع اللي قدم لينا كونتي راه واحد المشروع غير طموح وما عنده روح، وكيتبين بالله انه كسبته ايادي بيروقراطيه في الوزارات الايطاليه. لذلك هجوم شرس من رينسي على كونتي، وفي نفس الوقت قال لهم بالله انه الداليغا ديال سيرفيس سيكريتي يعني هذيك الوكاله على المخابرات الايطاليه اللي كونتي حاليا شادها في يده، وهذا الشيء ما كيوقعش اخوان. العاده بغات انه الوزير الاول كيعطي الداليغا ولا هذه الوكاله على المخابرات الايطاليه كيعطيها لشي شخص اخر ثالث كيقدر يكون وزير ديال الداخليه ولا يقدر يكون شي وزير اخر. هذا الشيء اللي دار هو يا رينسي فاش كان رئيس الوزراء، داروا كذلك جنتيلوني، داروا ليتا بيرلوسكوني وجميع الرؤساء الاخرين اللي دازوا كيعطيوا الوكاله ديال المخابرات الايطاليه لشي شخص اخر وزير اخر. كونتي شدها في يده ما بغاش يطلقها، يا يطلقها قال لهم يا حنا اننا مستعدين اننا نحيدوا الوزراء ديالنا من الحكومه. ورينسي بطبيعه الحال عارف راسه هو اللي شد هذه الحكومه، عنده وزراء وعنده برلمانيين واخا قلال هما اللي شادين هذه الحكومه، الا مشى هو غطي الحكومه وكيهددهم ليلا نهارا. اخر حاجه غنقول لكم يا اخوان هو ان المشروع ديال رينسي كلمه السر ديالو هي تشاو. تشي كتعني كولتورا اللي هي ثقافه، اي كتعني انفراستركتورا اللي كتعني كذلك بنيات تحتيه، ا كتعني امبيانتي اللي كتعني يعني البيئه، في حين انه او كتعني اوبورتونيتا يعني فرصه. هذا هو يا المشروع ديال رينسي، وقال بلا انه متفقش مع المشروع اللي حط كونتي في 61 نقطه، يعني ما متفق في والو يا اخوان. اخر حاجه غادي نقول لكم هو انه رينسي قال بلا انه حنا راه ما كنضحكوش، وهذا الشيء راه ما كنديروش يعني باش نديروا واحد الهضره في الحقل السياسي، حنا كنهضروا على فلوس اللي خاصنا نتعاملوا معاهم مزيان وخاصنا نصرفوهم مزيان، حيت سينو غنقجر يوصنا، وهذا الشيء راه ماشي واحد المسلسل اللي كنمثلوا فيه، الامر كيتعلق بالمستقبل ديال ولادنا. ورجع كذلك الموضوع ديال الماس وقال بلا انه اليوم خرجت ليستات الارقام الرسميه، قالت بلا انه 273 طبيب ماتوا بسبب الكوفيد يا اخوان. قال بلا انه من غير المعقول اننا نبقاو نتكلموا على انه الصحه نعطيوها 9 المليار ديال الاورو من الفلوس ديال الاتحاد الاوروبي، خاصنا نطلبوا حتى بالفلوس ديال الماس السانيتاريو، واللي بطبيعه الحال اخوان حركه خمسه نجوم وكونتي ما باغينش يطلبوه ولو طيح الحكومه. لذلك اخوان كونتي ورينسي مازال متصارعين، غدا ان شاء الله ايطاليا فيفا الحزب ديال رينسي غيتم الاستقبال ديالو من وزير ديال الاقتصاد، كيف ما استقبل اليوم الحزب ديال حركه خمسه نجوم، وكذلك الحزب الديمقراطي غدا غيستقبل الحزب ديال رينسي والسينيسترا يعني اليسار الايطالي. فيما يخص الحاله الوبائيه في ايطاليا اخوان فهي كالاتي، في اخر 24 ساعه كنسجلوا 11224 حاله اصابه، العدد الاجمالي كيفوت جوج المليون، في حين انه الناس اللي توفات اليوم راهم 659، العدد الاجمالي كيوصل وكيفوق 73000، في حين انه الناس اللي كتشافى راهم 17000، والناس اللي حاليا كتاخذ العلاج ومريضه بالفيروس اخوان راهم 568000 شخص، اي بناقص 6493. الناس اللي كتلقص من الانعاش راهم 16، العدد الاجمالي كيولي 2549، في حين انه الناس اللي كتخرج من السبيطارات راهم 270 شخص، والناس اللي حاليا كترقد في السبيطار راهم 23662. العدد ديال التحاليل اللي داروا اليوم في ايطاليا اخوان كتكلموا على 128000 مقارنه بالامس اللي كانوا 68، يعني كتشوفوا العدد راه كيرتفع في حين انه النسبه كتنزل بزاف. الا كنا البارح كنسجلوا ما بين 12 حتى 13 حاله في كل 100 تحليله، اليوم راه كنسجلوا تقريبا 9 حالات في كل 100 تحليله. توزيع الحالات حسب الجهات، وغنمشيو نشوفوا غير الجهات اللي فيهم اكثر من 500 يا اخوان. لومبارديا عندنا 843، الفينيتو 2655، البيمونتي 840، الكامبانيا 625، ليميليا رومانيا 894، لاتسيو 1218، سيشيليا 995، بوليا 749، فرولي فينيتسا جوليا 493 قريبا من 500، اوليماركي 508. فيما يخص الحاله الوبائيه في المغرب فهي كالاتي يا اخوان، في اخر 24 ساعه كنسجلوا 2160 حاله، العدد الاجمالي ديال الناس اللي يعني تم الاستبعاد ديالهم اليوم راهم 15306، الناس اللي تم الشفاء ديالهم راهم 1854، والناس اللي توفوا للاسف الله يرحمهم راهم 42 شخص، والعدد الاجمالي كيولي 7314، في حين انه الناس اللي كتلقى العلاج ومازال بوزيتيف في المغرب راهم 26446.
توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالآتي: الدار البيضاء سطات 992، طنجة تطوان الحسيمة 391، الرباط القنيطرة 190، مراكش أس 173، سوس ماس 119، مني ملا الخنيفرة 84، وفيما يلي باقي الجهات اللي فيهم قل من 100 حالة يا إخوان. بهذا كنكون وصلنا لآخر الفيديو، تهلاو في رؤوسكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.